تكذبش. هذا السؤال هذا حقيقة تيجي في توسعة ديال الخط السكاكي على الصعيد الوطني ككل. المكتب الوطني للسكك الحديدية نجز دراسة استشرافية على المدى الطويل أو البعيد اللي طلقنا عليها اللي كنطلق عليها الاسم ديال مخطط السكة الحديدية للمغرب. وهاد الخطة هذه تترتكز على تحديد الاحتياجات من أجل إنجاز بنية تحتية سكاكية باش توفر خدمات مسترسلة ومتكاملة مع أنماط النقل الأخرى على كافة الصعيد الوطني. هذا المخطط المديري تتكون من 38 مشروع، الغلاف المالي ديالو 400 مليار درهم، تهدف إلى ربط 43 مدينة عوض 23 حاليا، منها دريوش. ولكن إنجاز هذه المشاريع السكاكية تتطلب تعبئة اعتمادات مالية جد كبرى تستدعي تضافر جهود كل الفرقاء باش نقدروا نوجدوا حلول مناسبة ومبتكرة لهذه التمويلات. شكراً.